area 4 و 6 not myelinated. يعني ايه؟ ما هو اي تراكت عشان يدي امر لمصر اي سكه فيها اعصاب، لو الاعصاب دي ما عليهاش مايلين شيس او البرين نايم شيء طبيعي، يبقى وجود الاماكن دي زي عدم. يعني ايه؟ يعني ادي اريا 4 وجنبها اريا 6، دول بيدوا امر للانتيريور هورن سيل. دي رسمه كروكي هنرسمها بالتفاصيل بعد كده. طب لو المايلينيشن اللي موجود على النيورونز مش موجود يبقى كأن التراكت مقطوع. طب امتى يبقى مش موجود مايلينيشن وانت طبيعي؟ قال لك في الانفانت البيبي اللي قبل سنه، البيبي اللي اتولد ولسه ما عداش عليه سنه من عمره لسه التراكت از نوت مايلينيتد، يبقى الانتيريور هورن سيل بتاع البيج تو وبتاع الاذر توز قال لك انا ما استقبلتش حاجه، فهيحصل العكس في البيبي. يبقى انفانت اقل من سنه كانه واحد اتقطع عنده تراك، يبقى في بوزيتيف بابليسكي ساين. هتقولي طب انا مش انفانت، انا راجل كبير ممكن يحصل لي الكلام ده؟ وتبقى نورمال. ديب سليب، النوم العميق، البرين مش شغال قوي، السيجنالز اللي نازله من الموتور كورتكس للانتيريور هورن سيل قلت تماما، ودي نعمه من ربنا. تخيل لو في سيجنال كان هيبقى عندك كونتراكشن ودول تقدر تقوم من نومك وتبقى كاسه طبعا الا بعض الناس اللي عندها مرض. يبقى رقم اثنين ديب سليب. هتقول لي طيب نفترض ان انا مش نايم، في حاجه ثالثه؟ كل دول يعملوا بوزيتيف بابينسكي. كوما، الغيبوبه، اللي في غيبوبه البرين مش شغال. يعني من الاخر انت عايز تقول الموتور كورتكس مش شغال، يا اما نوت مايلينيتد في البيت يا اما مايلينيتد بس السيجنالز اللي نازله منه اقل. طيب كل الكلام ده مهم. اخر ريفلكس في الفيديو ده جري ماستاتيك ريفلكس، ده في الرجاله فقط. هعمل سكراش في الميديال سايد اوف ذا ساي، الفخذ ميديال سايد من فوق، التستيكل موفز اب. طبعا الكلام ده ما يهمش. يبقى في نهايه هذا الفيديو عايز اركز على النقط الاساسيه، كنت بتكلم على ريفلكس، اي ريفلكس هقول ستيمولس ريسبتور اف سيلفا اي فريند و ريسبونس. جيت ريفلكسور وذرول قلت مرتبط بالكراس اكستنسور ريفلكس. اتكلمت في ريفلكسور وذرول على سبعه كاركترز مهمين، كلمه السر فيهم انتر نيورونز. انتر نيورون عملت ايه؟ دايفرجنس. انتر نيورون عملت الراديشن، عملت ريسيبروكال انرفيشن. النقطه الاهم لازم يحصل افتر ديستشارج، البين وقف ولسه المصل كونتراكت، يا اما الفليكسور على الاكسي لاترال والاكستنسور على كروس او كروس اكستنسور ريفلكس كونترا لاترال. اتكلمت عن اللوكاليتي، كل ما اشوفك في حته تبعد عنها، شكتك ميديال الدراع يتحرك لاترال او العكس، وقلنا كونشس افكت لازم اكون واعي عشان ابعد عن السورس اوف انجري.